السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية. أحييكم أنا يوسف العوفي، وتحية لكم مني أنا سمر حمد، ومن زميلنا في لغة الإشارة عبدالله العقلة. والبداية بالعناوين. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، أمير الرياض يرعى بعد غد حفل السباق السنوي على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير. المحكمة الجزائية تعقد جلستها الأولى بقضية المواطن جمال خاشقجي، والنيابة العامة تطالب بإعدام 5 متهمين. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن عن 20 خرقا حوثيا جديدا في الحديدة. أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الرئيس الفخري لنادي الفروسية حفظه الله، يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بعد غد السبت حفل السباق السنوي على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير، كأس الوفاء، بميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الجنادرية. صرح النائب العام في بيان له اليوم بأنه إلحاقا للبيانات الصادرة بتاريخ 10 من شهر صفر لعام 1440 للهجرة وتاريخ 16 من شهر صفر لعام 1440 للهجرة وتاريخ 17 من شهر ربيع الأول لعام 1440 للهجرة، فقد عقدت اليوم الخميس الجلسة الأولى بالمحكمة الجزائية بمدينة الرياض للمدانين من النيابة العامة في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي وعددهم 11 بحضور محاميهم بناء على المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية. وطالبت النيابة العامة بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل، وبعد سماعهم للدعوة طلبوا جميعا نسخة من لائحة الدعوة والإمهالة للإجابة على ما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة 36 بعد 100 من نظام الإجراءات الجزائية، فيما تستمر النيابة العامة في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين. وفي إطار ذلك تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية إلى النيابة العامة بجمهورية تركيا، إضافة إلى ما سبق أن تم بعثه بطلب ما لديهم من الأدلة أو القرائن المتعلقة بهذه القضية والتي لم ترد عليها أي إجابة حتى تاريخه. ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما يرد منهم جوابا على ذلك. يواصل المهرجان الوطني للتراث والثقافة أجنادرية فعالياته المتنوعة لليوم 15 على التوالي. نعم سمر، وتحظى أجنحة الجهات المشاركة بإقبال كبير من زوار المهرجان بجميع فئاتهم. نتابع. الجنادرية تاريخ ثقافي وتراثي وحضاري، حيث يحرص المهرجان الوطني للتراث والثقافة سنوياً على عرض التراث العريق ومواكبة الأحداث والتطورات سواء على الصعيد المحلي أو على الصعيد العربي والعالمي. انطلاقاً من ذلك تشارك عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات العامة في الدولة بأجنحة ومعارض تحمل رسالة المملكة وتعرض أبرز إنجازاتها المحلية والدولية، ويشارك مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بجناح مميز اشتمل على ركن خاص بالبرامج والنشاطات الإغاثية والإنسانية المقدمة للدول المختلفة، وركن للدول المستفيدة من الخدمات والمعونات، إضافة إلى استوديو خاص للتصوير وشاشات تعرض فيها إنجازات المركز. كما احتوى الجناح على ركن مخصص لمشروع مسام، وهو المشروع المخصص لنزع الألغام في اليمن. رواد الجناح من زوار مهرجان الجنادرية تفاعلوا بشكل واضح مع الجناح وخدماته التي يقدمها للمتضررين في جميع أنحاء العالم، كما أشادوا بمستوى التنظيم والتميز الذي ظهر به الجناح.
ونبقى في أجواء مهرجان الجنادرية، حيث يستقطب جناح دولة الإمارات اهتمام الزوار، وللاطلاع على التراث الإماراتي والتفاعل مع عروضه الثقافية. ويتميز جناح دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في المهرجان الجنادرية هذا العام بأنشطة تفاعلية تسهم في تعريف الزوار بعناصر التراث الإماراتية، كما يتمتع زوار الجناح بالفنون الشعبية المقدمة في مجلس الشعراء والمسرح الذي يقدم ألوانا متعددة بالإضافة إلى الأقسام العديدة والمتنوعة بالجناح. وللحديث أكثر عن فعالية المهرجان ينضم إلينا من جناح دولة الإمارات مراسل قناة السعودية إبراهيم العنزي. مرحبا إبراهيم، بداية هل لك أن تطلعنا على أجواء المهرجان وأبرز ما يقدمه الجناح للزوار؟ مرحبا زملائي في الاستوديو، مساء الخير لكم المشاهدين الكرام. ننقل لكم هذا البث الحي والمباشر من أرض الجنادرية، جنادرية موطني بإطلالتها وحلتها 33. الأجواء مختلفة وجميلة بهذه الليالي الشتوية التي يستمتع بها الزوار الكرام صغارا وكبارا، حقيقة مزيج ثقافي وتراثي وحضاري وأيضا تاريخي يقدم من خلال مناطق المملكة العربية السعودية مجتمعة في مكان واحد بطرق تقليدية وحديثة وبشكل مادي ومعنوي، كما تشارك أيضا المؤسسات الحكومية وبعض المؤسسات الخاصة لمشاركة الزوار الكرام. لا ننسى أيضا جزء مهم جدا، مشاركة الأجنحة الدولية. دعوني أتحدث عن جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، متواجد أنا حاليا في هذا الجناح للحديث حول المشاركات والفعاليات والأنشطة التي تقدمها الإمارات. اسمحوا لي مشاهدينا أرحب بضيفي الشيخ فيصل القاسمي المتحدث الرسمي لجناح دولة الإمارات. بداية أرحب فيك شيخ فيصل، بأهلا وسهلا فيك عبر القناة السعودية. بالبداية ودنا سؤالك عن هذا الجناح، جناح دولة الإمارات، ماذا يقدم للزوار الكرام عن طريق الأنشطة والمشاركات المتواجدة في الداخل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء تأتي دولة الإمارات بتلبية دعوة كريمة من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز آل سعود حفظه الله. اليوم جناح الإمارات يأتي مشاركته في الجنادرية في عامه السادس. جناح الإمارات يقدم رسالة تراثية فنية للجمهور السعودي. اليوم عندنا أماكن مخصصة للسوق الشعبي، يبيعون عن طريق الأغراض التراثية. هناك أيضا مكان مخصص للقهوة الشعبية، هناك أيضا فرقة اليويلة الموجودين على المسرح لتقديم المازوفة الشعبية، هناك أيضا سوق نسائي مخصص لدعم الأسر المنتجة، وهناك أيضا ركن القهوة مثل ما قلنا سابقا، أيضا وفي أيضا جنبه أمكان مخصص للشعر النبطي. جميل، ممتاز جدا. لو نتحدث عن أبرز الأجنحة أو عفوا المشاركات أو الأنشطة المتواجدة هنا، يعني نتحدث عن الفنون الشعبية أو السوق الشعبي وما يقدمه من تراث وأيضا تاريخ، أبرز اهتمام الزوار الكرام، توافد الزوار الكرام على أبرز الأماكن الموجودة هنا، لو تحدثنا عنها. هذا في السعودية يعتبر سؤال صعب، لأن اللهم لك الحمد نرى بأن الشعب السعودي شعب متذوق ومتعطش للتراث، فتلقاهم اللهم لك الحمد منتشرين في الجناح، في منهم اللي مهتم للشعر النبطي، وفي منهم المهتم يرون مثلا عندك اللوحة الفنية اللي سيقدمونها الشباب جزاهم الله خير. نعم، هناك أيضا الركن البحري، هناك أيضا ركن الصقارة، هناك النبط السوق الشعبي، فما في شيء معين كثر، لأن نحن مندهشين على هذا الشعب الجبار ما شاء الله العظيم اللي متعطش للثقافة، وإن شاء الله يعني نحن معاهم من نجاح لنجاح بإذن الله. نحن إن شاء الله كلنا شعب واحد بإذن الله، وأنتم بلدكم الثاني، ونرحب فيكم في أي وقت. وشكرا جزيلا لك على هذه المعلومات المفصلة. شكرا إن شاء الله كلكم، نحن معا إن شاء الله للأبد يا رب العالمين. مشكور يا سيدي. طبعا هذا ما كان لدينا من جناح دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
مشاهدينا الكرام، لا زالت متواصلة فعاليات الجنادرية، لا زالت مستمرة إلى 6 أيام قادمة بإذن الله من الساعة 11 صباحا للساعة 11 مساء. نذكر فقط الزوار الكرام، هذا ما كان لدي إلى الآن. عودة للزملاء في الاستوديو، لكم الصوت والصورة. شكرا إبراهيم عنزي من أرض الجنادرية. وقد وفرت هيئة النقل العام خدمة النقل الترددي بالحافلات من مواقع عدة بالعاصمة الرياض وجنادرية. نعم، وشهدت مواقع الانطلاق التي خصصتها الهيئة إقبالا كبيرا من العائلات للتوجه للجنادرية، حيث خصصت الهيئة مسارات محددة للحافلات من مواقع الانطلاق إلى موقف محطة الحافلات في موقع المهرجان في الجنادرية. نتابع. شهد المهرجان الوطني للتراث والثقافة إقبالا كبيرا من الزوار، مما يسبب ازدحاما مروري جعل الحاجة لوجود وسائل النقل العام. فقد وفرت هيئة النقل العام بالتعاون مع الشركة السعودية للنقل الجماعي سابكتو والإدارة العامة للمرور ووزارة الحرس الوطني ما يقارب 150 حافلة لنقل الزوار من أماكن مختلفة وبخطة سير منظمة. الهدف من هذه الخدمة هي تقليل الكثافة المرورية على الطرق المؤدية للمهرجان، أيضا توفير وسائل نقل آمنة وبجودة عالية للعائلات وذوي الاحتياجات الخاصة. هذه الخدمة تقوم على تقديمها الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو. أيضا الهيئة نظمت أو وفرت خدمات نقل أخرى بديلة مثل الأجرة العامة وتأجير السيارات والأجرة عبر توجيه المركبات التطبيقات. وحددت الهيئة 4 مواقع في مدينة الرياض لتقديم الخدمة في هذه المواقع، مضاعفة بذلك عدد المواقع عن الماضي، ويتم نقل الزوار من هذه المواقع إلى أرض المهرجان وكذلك في عملية العودة. خدمة جيدة وممتازة وكل راحة يعني أشوف فيها، واشكر هيئة النقل العام على الطريقة اللي سواها. فجاءت هذه البادرة لتخفيف الازدحام المروري في الطرقات المؤدية إلى المهرجان وتسهيل وصول الزوار في أسرع وقت ممكن. سلمان سليس، الرياض. أكد رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية عبد الله داود أن الشركة حددت 14 مدينة في المملكة لاحتضان المجمعات الترفيهية المتخصصة خلال الفترة المقبلة. وأوضح داود أن تلك المجمعات تعد منصة تسمح للشركات السعودية والعالمية المتخصصة في قطاع الترفيه بعرض أرقى منتجاتها لسكان المدن وزائريها. شركة مشاريع الترفيه السعودية أنشئت من قبل في المستثمرات العامة كأحد المبادرات الاستراتيجية لتطوير بعض القطاعات الحيوية في اقتصاد المملكة. سوف تركز القطاعات الرئيسية التي سوف تركز عليها الشركة على قطاع المدن الملاهي وعلى قطاع دور السينما وعلى قطاع المراكز الترفيهية العائلية والمتخصصة، بالإضافة إلى بناء المجمعات الترفيهية في 14 مدينة في المملكة العربية السعودية. ويتم اختيار الآن مواقع المجمعات الترفيهية لتكون ضمن مناطق الكثافة السكانية لتلبي الاحتياجات الترفيهية اليومية لسكان وزوار المدن. المجمعات الترفيهية راح تكون منصة تسمح للشركات الرائدة في قطاع الترفيه سواء في المملكة أو في المنطقة أو الشركات العالمية لتعرض منتجاتها الترفيهية وتقدم حلولها الترفيهية في منصة واحدة في مكان مدروس بشكل جيد ضمن كثافة سكانية عالية تستهدف قطاعات معينة من السوق. نشرتنا مستمرة مشاهدينا الكرام، وفيها بعد الفاصل الموج الأحمر واحد بإنزال بحري وعروض عسكرية متنوعة. أهلا بكم من جديد. اختتمت اليوم فعاليات تدريب البحري المختلط الموج الأحمر واحد بجدة الذي استمر 5 أيام بمشاركة الدول المطلة على البحر الأحمر. هذا ومن شأن التدريبات رفع القدرة القتالية في العمليات البحرية وتوحيد المفاهيم التكتيكية للقيادة والسيطرة.
وشمل التمرين إنزالا بحريا وعروضا عسكرية متنوعة شاركت فيه العديد من القطاعات البحرية كالزوارق والقوات الخاصة وقوات المشاة. يأتي هذا التمرين تعزيزا للعمل البحري المشترك ولتأمين الأمن البحري في البحر الأحمر الذي يعد من أهم الممرات العالمية لتغذيته الاقتصاد العالمي. في إنجاز جديد من إنجازات أبناء وبنات الوطن، أحرزت الطالبة تولاي العوفي المركز الثالث في بطولة العالم للرياضات الذهنية، ومثلت تولاي المملكة العربية السعودية في البطولة للمستوى بي التي أقيمت منافساتها في العاصمة الماليزية كوالالمبور بمشاركة 790 طالبا وطالبة من جميع دول العالم، لتتوالى إنجازات طلابنا وطالباتنا السعوديين على مستوى المنافسات الدولية. في الأخبار العربية والعالمية، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ارتكاب ميليشيا الحوثي 20 انتهاكا لاتفاق الحديدة خلال 24 ساعة فقط. وأوضح التحالف أن الخروقات وقعت في مناطق الطحيتة وحيس والفازة والجبلية والجاح. سلم مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدن وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية مساعدات طبية متنوعة، وشملت المساعدات 189 طنا من مواد الغسيل الكلوي، سيتم توزيعها على مراكز الغسيل الكلوي في محافظات عدن والحديدة وتعز وشبوة. من جهة أخرى، وزع المركز 29 طنا من السلال الغذائية على النازحين بمحافظة لحج، يستفيد منها 2400 فرد ضمن مشروع يغطي 9 محافظات يمنية. وفي الداخل اليمني، تمكنت القوات الحكومية من تحرير مساحات واسعة في محافظة جوف من ميليشيا الحوثي الانقلابية. يأتي هذا في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني وميليشيا الحوثي في مديرية الصرواح غرب مأرب، ما أدى إلى مقتل 15 من عناصر الانقلابيين. نتابع. يوما بعد يوم يتضح مدى تخريب ميليشيا الحوثي الانقلابية لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، في الوقت الذي يجري فيه رئيس فريق الأمم المتحدة الجنرال الهولندي باتريك كامريت محادثاته مع ممثلين للميليشيات والحكومة اليمنية، التي أكدت أن الانقلابيين يعرقلون ما اتفق عليه في السويد حول الحديدة ومينائها. وبينما تستمر عناصر الحوثي بقصف أحياء سكنية ومواقع عسكرية لقوات الجيش الوطني في شرق وجنوب الحديدة، تواصل وحدات الجيش تحريرها لمساحات واسعة في مديرية خب والشعف، وذلك في إطار العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الحكومية لتحرير ما تبقى من مديريات في محافظة الجوف شمالي غرب البلاد. أما في محافظة تعز، فقد قصفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات لمواقع الحوثي في عدد من المديريات، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا، إضافة إلى تدمير آليات عسكرية في ذات المنطقة. وعلى صعيد متصل، شنت قوات الجيش الوطني هجوما مباغتا على نقطة تجمع لعناصر الانقلابيين في مديرية صرواح بمأرب وسط تواصل العمليات العسكرية التي قتل خلالها عشرات العناصر الحوثية وأسر أعداد كبيرة منهم. وفي واشنطن، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأنباء والتقارير الصحفية التي زعمت تحديده مهلة 4 أشهر لسحب القوات الأمريكية من سوريا. وأعلن ترامب خلال اجتماع حكومي في البيت الأبيض أن القوات الأمريكية ستنسحب على مدى فترة من الوقت، مضيفا القول إن بلاده تريد حماية حلفائها هناك حتى مع سحب قواتها. وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الانتصار على داعش في سوريا لا يعني نهاية دور التحالف الدولي.
في غضون ذلك جددت قوات نظام الأسد استهدافها مناطق مورك والزكاة واللطامنة والصخر في القطاع الشمالي من ريف محافظة حماة. نعم، وتعد المناطق المستهدفة من قبل قوات النظام واقعة ضمن مناطق الهدنة والمنطقة المنزوعة السلاح. وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن شخصين على الأقل قتلا، كما أصيب 4 آخرون جراء قصف النظام السوري لمناطق الهدنة. وأشار المرصد إلى أن قوات النظام قصفت أماكن في خلصة والحميرة بريف حلب ومناطق أخرى غرب إدلب. طالبت الخارجية الفلسطينية بتحرك دولي عاجل لوقف الهجمة الإسرائيلية التهويدية للأماكن الدينية والتراثية في فلسطين. كما دعت الخارجية منظمة اليونسكو والأمم المتحدة إلى سرعة التحرك لإلزام إسرائيل باحترام وتنفيذ قراراتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقات جنيف. في الأثناء شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، فيما اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيمات في أريحة ومخيم جنين وبلدة جبل المكبر شرق القدس، كما داهمت المناطق الشرقية لمدينة نابلس لتأمين الحماية للمستوطنين الذين اقتحموا منطقة قبر يوسف. حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران من المضي قدما في عمليات إطلاق الصواريخ إلى الفضاء، وطالب بومبيو إيران بوقف كل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية، مشيرا إلى أن بلاده لن تقف موقف المتفرج وهي تشاهد السياسات المدمرة للنظام الإيراني وهي تعرض الاستقرار والأمن الدوليين للخطر. وأضاف وزير الخارجية قوله إن عمليات الإطلاق الاستفزازية ستجلب المزيد من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية للنظام الإيراني. رفضت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أمينة أندريفا التفاوض بشأن اتفاق تم التوصل إليه بين الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي بشأن البريكسيت. أكدت أندريفا في حديث صحفي أسبوعي أن الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا هو الأفضل والصفقة الوحيدة الممكنة، مضيفة القول إنه لن يتم عقد أي اجتماعات أخرى بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ويتعين على الشعب البريطاني والبرلمان اتخاذ القرار النهائي. حثت رئيسة تايوان تساي إن جوين بكين على فهم طريقة تفكير وحاجات الشعب التايواني، وفي كلمة بمناسبة العام الجديد ألقتها في وقت سابق من الأسبوع الجاري دعت تساي الصين لاستخدام السبل السلمية لحل خلافاتها مع تايوان واحترام معاييرها الديمقراطية، وتعتبر الصين تايوان جزءا لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد اللجوء للخيار العسكري لضمها إليها. وفي روسيا ارتفعت حصيلة ضحايا حادث انهيار إحدى البنايات السكنية بمدينة ماغنيتا غوريسك إلى 37 قتيلا. وأوضحت السلطات المحلية أنه تم انتشال جثة رجل وامرأة من تحت الأنقاض، إضافة إلى إجلاء السكان إلى عدد من أماكن الإقامة المؤقتة. الجدير بالذكر أن الانهيار وقع في مبنى سكني جراء انفجار غاز منزلي نتج عنه مصرع العديد من الأشخاص وفقدان أكثر من 30 شخصا تحت الأنقاض. قالت الشرطة الدنماركية إن عدد القتلى في حادث القطار الذي وقع فوق جسر يربط جزيرتين ارتفع إلى 8، وأسفر حادث القطار عن إغلاق الجسر الذي يربط بين جزيرتي زيلاندوفين بشرق البلد الإسكندنافي. نتابع هذا التقرير. قال مسؤولون إن 6 أشخاص لقوا حتفهم في حادث على جسر يربط 2 من الجزر الرئيسية بالدنمارك يوم الأربعاء، عندما اصطدم قطار ببضائع سقطت من قطار شحن. وذكرت الشرطة أن 16 شخصا أصيبوا بجروح لكن حالاتهم ليست خطيرة.
وقالت شركة بندنمارك المسؤولة عن صيانة وإدارة حركة قطارات شبكة السكك الحديدية إن القطار كان متوجها إلى العاصمة وعلى متنه 131 راكبا عندما اصطدم بما يعتقد أنه مشمع أو بضائع أخرى سقطت من قطار الشحن على القضبان. وصرحت الشرطة بأن من السابق لأوانه معرفة سبب الحادث، إلا أن القطار لحقت به أضرار بسبب البضائع التي سقطت على القضبان. وأضافت في بيان أن الحادث وقع قبيل الساعة 6:35 بتوقيت غرينتش، مضيفة أن الشرطة وعمال الإنقاذ في الموقع. وصعبت عاصفة قوية وصول أجهزة الطوارئ للقطار الذي توقف بعد وقوع الحادث على جسر الحزام الكبير الذي يربط بين جزيرتي زيلاند وفيونن الرئيسيتين في الدنمارك. يختتم منتخبنا الأول لكرة القدم غدا الجمعة المرحلة الرابعة من برنامجه الإعدادي للمشاركة في كأس آسيا 2019 بحصة تدريبية مغلقة في النادي الصحي بجامعة نيويورك، على أن تغادر بعدها البعثة إلى مدينة دبي تأهبا للمباراة كوريا الشمالية يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الأولى من البطولة. هذا وقد واصل المنتخب مساء اليوم برنامجه التدريبي بحصة مسائية على الملعب ذاته. تأهل فريق النصر إلى الدور 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، وذلك بعد فوزه الكبير على نظيره الجندل بستة أهداف دون مقابل، تناوب على تسجيلها كل من عبد الرزاق حمد الله وأحمد موسى وجوليانو دي باولا. كما تأهل فريق الوحدة إلى الدور ذاته بفوزه على نظيره النعيرية، وبلغ النهضة الدور ذاته بفوزه على ضيفه حطين، وتغلب أبها على ضيفه الجبلين، وتأهل الجيصومة بعد فوزه على الغوطة. ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز العناوين. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، أمير الرياض يرعى بعد غد حفل السباق السنوي عرس الأمير محمد بن سعود الكبير. المحكمة الجزائية تعقد جلستها الأولى بقضية المواطن جمال خاشقجي، والنيابة العامة تطالب بإعدام 5 متهمين. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن عن 20 خرقا حوثيا جديدا في الحديدة. الشكر والثناء الجزيلان لكم مشاهدي الكرام على كرم الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء في أمان الله. في أمان الله.